الحومة القديمة حومة الرجال ونسى الخيار. الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها، هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها، وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم. ونعمتم صباحا أعزائي المستمعين في لقاء تواصلي مباشر جديد من خلال برنامجكم ديال ذاكرة الحومات القديمة، برنامج الحومة القديمة، في حلقة أولى مع حومة جديدة. هي حومة مجاورة، ما بعيداش على الحومات اللي كنا فيها منذ أسابيع. كنا في ضيافة حومة رياض الزيتون القديم والجديد، ثم مشينا لجنان بن شكرة. اليوم كنحطوا الرحال مع حومة سيدي ميمون، الحومة اللي كتتواجد في المجال الممتد من مسجد الكتبية حتى البابا قنو، وكذلك المجال الممتد من ساحة جمع الكتبية إلى سور القصبة. هذا الحومة هذه اللي في مجالها كتتواجد العديد من العراسي، واللي توقف عندها الدكتور القديم السوسي في البحث ديالو اللي كان اعتبره من بين المراجع الأساسية للبرنامج الحومة القديمة، واللي صدر في مجلة جامعة ابن يوسف. كان تكلم على عرس البيل، كان تكلم على عرسة مولي علي، على جنان الورزازيين، ثم عرسة القندافي، ثم عرسة مولي المصطفى قاضي مراكش، عرسة المامونية، وبطبيعة الحال الحومة اللي كيتواجد بها داري الشخصية المؤسسة لمدينة مراكش، أتحدث عن ابن يوسف ابن تشافين، ثم كذلك الحي اللي كتتواجد به كذلك الولية الصالحة لله رقية، ثم الحي سيدي ميمون اللي خدا الاسم ديالو من سيدي ميمون الصحراوي أحد تلاميذ سيدي عبد الله ابن ياسين، الحومة اللي كتضم كذلك ضريح سيدي مبارك. للحديث حول هذا الحي، هذا حول هذا الحومة اللي نذكر على أنها كذلك فيها المستشفى الشهير ابن زهر، فيها كذلك الفندق الشهير فندق المامونية، وما أدرك ما المامونية اللي تأسست حسب وثيقة الدكتور القديم السوسي في سنة 1915. للحديث في حلقة أولى في جزء أول حول هاد الحومة، أسعد باستضافة أبناء الحي وأبناء الحومة واللي كبروا تما وتزادوا تما، ووالديهم هم كذلك من ساكنة حومة سيدي ميمون. كان تحدث عن الشاب الأنيق اللي يسر لي سبل التواصل مع أبناء الحي هاد الأسبوع هذا اللي مضى، واستضفنا في أحد يعني دور ديال أبناء الحي، وكانت للبرنامج فرصة للتواصل مع أبناء الحي أو جانب من أبناء الحي، فيهم أعمار مختلفة، فيهم الصغير وفيهم متوسط العمر وفيهم الشيخ الكبير بحال سيدي بالعزيري عياد. أستضيف وأسعد بذلك باستضافة سيدي إبراهيم أبو عامر فاعل جمعاوي، كذلك شيخ هذه الجلسة ديالنا في بلاطو البرنامج سي عياد بالعزيري، متقاعد ولد الحومة وبالضبط هو ولد درب سيدي قاضي حاجة، ثم سيدي أحمد بن ديبات خياط بالحومة من مواليد سنة 1952، كذلك إلى جانبه سيدي محمد شاقور ولد الحي ولد درب قاضي حاجة، كذلك الأستاذ سيل بلغيتي مولاي المهدي من مواليد 1941، أستاذ متقاعد ولد الحي، وكذلك من أبناء درب سيدي مبارك. الإخوة الأعزاء صباحكم سعيد، ومرحبا بكم في أولى حلقة النبش في ذاكرة حومة سيدي ميمون. ربما نبدأ معك سي إبراهيم في استهلال هذه الحلقة، أش ممكن نقوله على درب أو على حومة سيدي ميمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، نعم، وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية كنشكر سي أنس الملحوني اللي تحنا هذه الفرصة باش نتكلموا، هذا الواجب باش نتكلموا على حي سيدي ميمون، الحي العريق. ملي كنقولوا سيدي ميمون كنقولوا سيدي ميمون التاريخ، نعم، سيدي ميمون العراقة، صحيح، سيدي ميمون الأصل، نعم، سيدي ميمون النخوة، سيدي ميمون الجهاد في سبيل الله.
في البدايه تقديمي حيد واش حيد حومتك هذه ولا لا هذا الواقع تنتكلموا على حي عريق لانه حي مرابطي مرتبط بسيدي ميمون من تلاميذ يعتبر حي سيدي ميمون اقدم الاحياء بمدينه مراكش وهو حي صغير اذا ما قرنا باحياء المدينه له منفذ وحيد شارع الذي يمتد من مسجد الكتبيه الى حي باب الرب وقد يكون الحي الوحيد الذي له منفذ وحيد. ياتي سيدي ميمون حي سيدي ميمون الصحراوي. نعم سيدي ميمون الصحراوي هو من تلامذة عبد الله بن ياسين. نعم المؤسس الدولة المرابطية. نعم فعلا يوجد الحي داخل السور الموحدي الجديد وخارج السور المرابطي القديم الذي هدم في عهد السلطان الموحدي يعقوب يوسف. نعم لتوسعة الحي الغرب اتجاه الغرب يصبح الحي كان الذي كان يسمى حي باب الشريعة مجالا حضاريا جديدا أضيف إلى مراكش بعد هذا السور المرابطي. نعم. يقع بين قصر الحجر وتمركشت هي القصبة سيدي ميمون جاي ما بين قصر الحجر اللي كاين في الحي المرابطي ديال الكتبيين ثم تمركشت القصبة فعلا. نعم. ودار الخلافة. نعم وهو التابع لدار الخلافة عندما تضيق تنتكلموا على القصبة تنتكلموا على الدار اللي كانت من البلاصة اللي كانت توجه فيها الأوامر السلطانية بحال نقولوا القصر. نعم اي أضيف إلى مدينة السلطانية الجديدة لتوسيع المجال الإسكان للخدم وهو التابعين لدار الخلافة عندما تضيق الأرض بتمركش في فترة الازدهار. بني الحي سيدي ميمون في عهد يوسف بن علي بن عبد المؤمن سنة 1183 ميلادية وقد أسكن هذا السلطان بإحياء مراكش ما يقارب عن 30 ألف نفر جاو من قبائل سكورة وصنهاجة نعم وصنهاجة يعني الآن يعني السادة المستمعين هذا المقدمة هذه اللي كنا معها قبل قليل من عند سيدي إبراهيم أبو عامر هي جزء من البحث اللي قام به الدكتور القديم السوسي في تاريخ الأحياء ديال مدينة مراكش. المضمن فيه هو أن الحي سيدي ميمون بالضبط يعني جاء لكي يعمر طرف يعني القبائل اللي جاتنا من هسكورة كما يقول وصنهاجة واللي جاوا من المنطقة ديال عبد المؤمن قرب تلمسان كما يقول الدكتور القديم السوسي. اي فعلا في قرب تلمسان على اطر وقوع محاولة الاغتيال عبد المؤمن. نعم دروب الحي كما يعرف سكان حي سيدي ميمون له اربع دروب. نعم هو درب الفندق. نعم ودرب جديد ودرب سيدي مبارك وطبعا درب سيدي ميمون الذي يأوي الضريح المولي سيدي ميمون الصحراوي. نعم إضافة إلى السويقة التي تمتد من مدخل الحي حتى مستشفى ابن زور. طوالة طوالة. نعم. وحدة من القوس ديال سيدي ميمون حتى الباب ديال المستشفى ابن زور. نعم سي البلغيتي مولاي المهدي تكلم سي ابراهيم قبل قليل على في المدخل ديالو على الحي انا يا ريت نتكلموا الان هو تكلم لينا قال لنا على منفذ واحد كاين الحي لكن في حدود علمي انا يعني كاينه مداخل مختلفه للحي تيمكننا ندخلوا لسيدي ميمون من باب الرب وتيمكننا نجيو ليه من عرس المعاش ناخذنا نجيو ليه من باب فنتكلموا على المداخل ديال الحي سي البلغيتي مولاي المهدي قرب الميكرو. نعم بسم الله السلام عليكم. وعليكم السلام. المداخل ان باب سيدي ميمون نعم يحتوي على ربما خمسة المداخل. نعم الحي هذا الحي. نعم هناك المدخل الأول من باب الرب. نعم ثم المدخل الثاني من عرس المعاش قرب القصبة. نعم ثم المدخل الثالث من جامع الفناء. نعم والمدخل الرابع من باب جديد. باب جديد جهة المامونية. جهة المامونية نعم هذه هي المداخل المداخل
ندخل منها الى الحي. تكلمنا قبل قليل على باب الرب، فقط اود ان اشير لان يعني الناس شاع الاسم ديال باب الرب عوض الرب، والصحيح هو الرب. نعطي ملاحظه، الرب هو اسم عصير عنب وشرب مشهور ايام الموحدين، مخمر اختلاسا، كان تيتم البيع ديالو تيتخمر يعني بشكل فيه اختلاس، وكان يهرب للعاصمه الموحديه. حاول المنصور منع التهريب ديالو من إشبيلية وفرض عليه رقبه متشدده، وكان هو بالاساس تيدخل من هذا الباب اللي تتقول له العامه باب الرب، وهو في الاصل هو باب الرب نسبه لهذه الخمره اللي كانت كتجي من إشبيلية. نعم الان نعم مداخل سي ابراهيم، تكلم لنا على الدروبه. نعم الى ممكن نقفوا معك قبل ما نتكلموا على الدروبه ونمشيوا عند سي عياد بن العزيري، نتكلموا على المعالم الروحيه والتاريخيه اللي كتفتخر بها حومه او حي سيدي ميمون. نعم سيدي ميمون، اش تضم لنا كاسماء تاريخيه وزنه؟ هناك الضريح. نعم الضريح ديال سيدي ميمون. سيدي ميمون. نعم. ثم هناك الضريح ديال سيدي مبارك. سيدي مبارك الدراز. سيدي مبارك الدراز الذي وضع فيه مسجد الذي يسمى بمسجد سيدي مبارك. نعم. هذا المسجد من المساجد ديال الحي. من المساجد الحي. نعم. ما تتدارش فيه الجمعة. تتدار فيه الجمعة. تتدار فيه الجمعة. هو اللي تتدار فيه الآن الجمعة. نعم. نعم ربما بحكم القرب لكم من الكتبية، عادة الساكنة تتمشي للكتبية. تتمشي للكتبية، ولكن لما كثرت الساكنة في الحي. نعم. وضع مسجد سيدي مبارك لصلاة الجمعة. نعم. أو أيضا. نعم. دونك عندنا سيدي ميمون، عندنا ضريح ديال سيدي مبارك. ثم هناك ولي صالح سيدي قاضي حاجة. نعم. سيدي قاضي حاجة. ثم هناك والية صالحة دفينة سيدي ميمون، درب سيدي ميمون، وهي للا زهراء عدي. للا زهراء عدي. نعم. نعم. هذه هي. إوا نسيتي الضريح ديال المؤسس ديال مراكش. يوسف بن تاشفين. جوار. نعم. ليس بداخل الحي. نعم. بل جوار الحي. نعم. جوار الحي. واني محسوب تيتحسب على سيدي ميمون. ميمون. نعم. محسوب على الحي. نعم. تماما. لانه اللي بغى ينعت لك الحومه تيقول لك قرب ضريح يوسف بن تاشفين. اذا نعم. محسوب على سيدي ميمون. نعم وضريح السيد الامام السهيلي محسوب على الحي عندكم؟ نعم جوار الحي. نعم. يمتد على السور. نعم. السور اللي موضوع على الحي. نعم. لهذا يعتبر من الأضرحة التي توجد بسيدي ميمون. نعم. لأنه موضوع في المقبرة ديال سيدي ميمون. نعم. نعم. هكذا يعني ضريح السيد الإمام السهيلي. الإمام السهيلي. أحد الرجال السبعة. السبعة. نعم. نعم. نمشيو لعند سيدي عياد بن العزيري. تكلم لنا سي إبراهيم على أربعة ديال الدروبة. ضرب الفندق. درب الجديد، درب سيدي مبارك، درب سيدي ميمون. انت بطبيعه الحال من السكان ديال درب سيدي قاضي حاجه. سيدي قاضي حاجه فين درب فين تلقاو؟ لانه هادو دروبه تنقدروا نلقاو في داخلها تفريعات اخرى حملت اسماء اخرى. درب سيدي قاضي حاجه فين تتواجد في هذه الدروب الاربعه سي عياد؟ السلام عليكم. مرحبا بسيدي عياد. الله يسر. نعم سيدي، درب سيدي قاضي حاجه هو اصلا كاينين تما بعد، كاينين الناس اللي هما موالين اللي جادوا خلق تما، منهم القائد محمد الزمراني. نعم. منهم القائد محمد الزمراني، ومنهم القائد مبارك البزيوي، ومنهم بناني. نعم. ومنهم الحاج بورحيم، ومنهم سي عبد السلام القديري، ومنهم سي بالعلام، ومنهم ايد الزنيني. نعم هادو هما كبار الحومه. نعم الدرب اللي عندي فيها الدرب في ساكن انا تيتسمى بدريب ترقيه البوليسيه.
علاش هذا الاسم؟ الاسم راجلها كان بوليسي. نعم. هي اصلا هي قلاويه في الاصل، وكانت دايره واحد البقره تما عندنا في الحومه، هي اللي كتبيع تما الحليب. الحليب. سكن تمايا. ما عندكمش درب الدوله هذا الاسم؟ لا، درب الدوله ما عندناش. اللي فيها البقر تيعطيو الحليب. كنرجعوا لدريب سيدي ميمون. نعم. دريب سيدي ميمون كاين تما نعم سيدي الحاج عبد الله زياده وخلوق تم الحاج عبد الله. نعم. صدق. صدق. هذا القارئ. القارئ. القارئ والمؤتمن. ايه. نعم. اي نعم سيدي. الجامعه ديال تركيا. ايه. في كيليس. كان نعم سيدي هذيك العريصه فيها سميتو الغلام كان مقدم عندنا في الحومه. الغلام. الغلام ولكن هي اصلا ديال كبوره حمادي. اصلا نعم. هي مولاتها كبوره حمادي. نعم. هي اللي كانت فيها دوك الزوار سيدي ميمون اللي تيجيو لسيدي ميمون نهار الحد حتى تكون ديك الساره تما تيبادو في هذيك العريصه. نعم. لكن اليوم هذيك العريصه تبنات ولاو فيها ثلاثه ديال الديار، ثلاثه ديال البروتمات، المقدام واخوه واخته. نعم. اي نعم سيدي، ديك السيده توفت الله يرحمها كبوره حمادي، المقدم تا هو توفى، بقى دابا ولدو اخوه. نعم. هكا مشات المسيره. نعم سيدي. سيدي شاقور. انت من الساكنه ديال درب سيدي قاضي حاجه، فاعطينا فقط يعني المعاينات ديالك والمشاهدات ديالك في الاسر والعائلات اللي كانت تتقطن في درب سيدي قاضي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكرك على هذا البرنامج. مرحبا سيدي محمد. وحنا من الساكنه ديال سيدي ميمون. نعم. درب قاضي حاجه حاليا دروكا. نعم. الناس السكان الاولين، الناس كل الاولين اللي باقي فيهم واحد ثلاثه الناس هما اللي باقيين. كاين دار سي عمر تنقولوا ليه العود. نعم. اللي موقف تنقولوا حنا دار العيشة. كاين دار سي صالح اللي كان موجود خدام في البلديه الله يرحمه، اللي كان تيسوق قدام بيره صالح. ودار الشيخ حمو اللي معروف. نعم. تا هما هادو هما الناس اللي بقاو ديرهم باقيين ساكنين الحاليين دروكا. هادو من العائلات القديمه. من العائلات القديمه من نهار عقلنا حنا عقلنا عليهم تمايا. نعم. ولا درنا كي قال السي عياد العريصه حيت دار القاضي حاجه محسوب على سيدي ميمون، حنا متكين على مسجد سيدي ميمون. نعم. كاين دار كي قلنا ديال الحاج عبد الله المدن الصداق من اقدم مدنين في مراكش. هما اللي باقي هو الوحيد اللي باقي من الناس اللي باقيين محافظين على الطريقه المغربيه. الله يرزقهم. ايه محافظ على الطريقه المغربيه، هو الوحيد تقريبا واقيلا هو اللي باقي تيقرا القرايه المغربيه على اصلها. هو اللي باقي الحاج عبد الله تيقرا القرايه الاصليه المغربيه. وكاينين دار تنقولوا احنا دار جطور اللي كان باهم طالب تيقولوا ليه الطالب الكحل با دباه. نعم. تا هو من التراث الناس اللي كانوا سيدي ميمون القدام. وكاينه دار الفقيه حاليا اللي تيصلي بالناس في المسجد سي محمد، تا هو باقي في الساكنه ديال سيدي ميمون. وكاينه دار عبد الرزاق. عبد الرزاق ياش؟ عبد الرزاق بيضاء. نعم. مسمى تنقولوا حنا بيضاء بالاسم الحومه عرفتي؟ نعم. اه بيضاء هو اللي بقى سكنه، لان خوتو كلهم مشاو باه مات، الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين اجمعين. دو هما الناس اللي بقاو في الحي فين ساكنين حنا من القدام. نعم. وحيت تنخرجوا لتما كانت عندنا واحد السقايه، وكانت كي تنقولوا حنا دار اللوضو. نعم. في جنب السقايه. هاد السقايه ما لقيتهاش انا ولا باقيه؟ لا ما بقاتش. لا ما بقاتش. لا ما بقاتش، وهذيك نعم سيدي هذيك دار اللوضو ولات دابا الحومه معكم. اه لا ما كانش، هذيك دار اللوضو نعم سيدي ولات دابا محل. نعم. ما بقاتش سكني. ولات سكني نعم، تبنات. نعم. ولات سكني، ونفس المشكل السقايه حتى هي. كانت سقايه ولات حتى هي سكني، تبنات ولات فيها سكنه. نعم. والجوار ديالها هو دار المقدم، العريصه اللي هضر عليها السي عياد. نعم. هي اللي دار ملي دار فوتو دار المقدم، تندورو للدريبه الاخرى فيها الفاطمي، تنقولوا فاطمي البوليسي. نعم. حتى هو كان ساكن تما. وكاينه دار الكوميتي. كوميتي. كوميتي. دار جوهره. حنا دابا تنقولوا هادو هما الناس
اللي كانوا تما قدام باقي معروفين حاليا دروك. الا سمحتي سيدي شاقول نمشيو نستمعوا للصوت، خذ الميكرو. شكرا. سيدي احمد بن ديبات، انت خياط ولد الحومه ومن السكينه ديال درب سيدي مبارك، فتعطينا الاسماء ديال العائلات اللي انت كبرتي معاهم في درب سيدي مبارك. شكرا. السلام عليكم. مرحبا. سيدي انا ولد سيدي مبارك. نعم. انا من زياده وخلق، الوالد عندي الله يرحمه زياده وخلق تما. تما. نعم. العائلات اللي كان نعرف عليهم، كاين العائله عندنا دار المعلم سعود، هذو اللي كانوا معروفين. نعم. المعلم علي الله يرحمه، دار الدكوير الله يرحمه، دار السي احمد الصغير الله يرحمهم، دار نسيب الشريف ميت الله يرحمه، ولا احمد اسماعيل نسيب الله يرحمه حتى هو، هادو العائلات اللي كانوا كبار دار المولى العربي المغاري. نعم. هادو العائلات اللي هما كبار كانوا في دار العدل، دار العربي المغاري اللي كانوا كاع زعما عائلات كبار، دار البولانجي داك البولانجي كانوا جوج خوت مساكن، دار الحسين. نعم. دار دربت كدا نسميوها واحد الدريبه كاع ضاع على الحبرا وسميتو بعدا قايو بوت قايو بوت قايو الله يرحمه. نعم. دربت بكار. نسيب المعلم علي. نعم. دار المحجوب البولانجي. ايه بولانجي خوت هما جوج خوت. ايه وكاين دار السي الحسن البولانجي. وكاين دار البكار. وكاين دار البكار. دار البكار تاريخية، دار موحة. دار ايت موحة. دار موحة. تا هي. ليموري. دار السي المدني. دار القهواجي. نعم. زعما هادو العائلات اللي كانوا هما خليفة. نعم. دار خليفة هادو اللي كانوا. سي عياد حيت تنتكلموا على كل حومة على حدة، تنتكلموا على أنه الحومة تتكون فيها السويقة وتيكون فيها واحد الرحبة اللي كتزودها بحال مثلا بالشعير بالقماح بالتمر بالحنة وما شابه. فإذا تكلمنا على سيدي ميمون، هذيك الطوالة من ذاك القوس ديال سيدي ميمون حتى المستشفى ديال ابن زهر، هذيك هي السويقة ديالكم. هذيك هي السويقة. واحد تتبيو تزودوا بالحوايج اللي من غير الخضرة ومن غير الحليب ومن غير داكشي ديال تبقالت. فين اشنا هي يعني الرحبه اللي تتزودوا من خلالها بالحوايج الاخرى من غير داكشي اليومي؟ كانت الطوبيس نعم اسيدي، كانت قاعة الخضرة. بالفعل هي الان ما كايناش. كانت قاعة ديال الخضرة. نعم. وكانت قدام قهوة المصرف. عادي نتكلموا على قهوة المصرف، نتكلموا دروكا الان غير على القاعة او الرحبة اللي كنتوا تاخذوا منها الخضرة او القماح او الشعير او ما شابه. الرحبه كانت دابا في الزر ديال هاد الزوتيه دروك، هي تما فين كانت الرحبه اللي فيها الزرع. هي اللي الان كاينه جوتيه تيتبعوا فيها الحوايج القدام. نعم. كانت رحبه. نعم. رحبه تي فيها الزرع فيها القماح فيها هي اللي مقابله مع القوس سيدي ميمون. نعم سيدي ميمون. اي نعم سيدي. نعم. من تما كندخلوا في حياتنا سيدي ميمون. والخضره كنتوا تتقداوها من القاعه اللي الان تيتواجد فيها المكتب ديال المجلس الجهوي للسياحه. ايه. نعم. نعم. كانت كاينه تما دروك واحد الجريده وكاين الاداره ديال المجلس الجهوي للسياحه. نهار اللي هزوا هذيك القاعه من تما توا باب الرب. باب الرب. داو القاعه هذيك دوك الزايله كيجيبوا الخضره وداك الشيء ولاو تيجيو لباب الرب. واني ما كاينش حاليا هذه القاعه في باب الرب. لا كانت قاعه نعم. لا كانت في القديم اييه دروك حاليا لا. لا كانت دروك لا كانت تما كانت. نعم. عاودوا داروا تما ملي هزوا هذوك الخضره تما سميتو باب الرب. لو فيها فاش ولاو بداو فيها واسمو داروا دوك الشجار وداك الشيء ولات تما عرسها قدام دار مولاي مصطفى. نعم نعم. ايه وبطبيعه الحال حيت تنتكلموا على حي سيدي ميمون، تنتكلموا على يعني من الشخصيات اللي اشتهر الحي بها في القرن العشرين، الممثل العالمي ألان دولون.
فألان دولون من الشخصيات اللي عمرت أكثر من 30 سنة بالحي. فيعني ألان دولون بالضبط يعني كي كان يتصارف مع الساكنة ديال الحي كي كان قبل ما يجينا مع سيدي ألان دولون. نعم. يجري اللي باع عليه. يجري. نعم. معمر. يجري هو اللي باع لهذاك ألان دولون. نعم. ويجري كان يتصارف مع الدراري في الصغر ديال كان هو تيركب على واحد العاود وتيسد الفانتي بدا تيلوح الدراري اش يلوح؟ الفانيد ومسكاو داك الشيء هذا يجري معمر من تم تصغر مشي يجري كان غير مشي يجري مشي يجري حتى مشي يجري هذيك الثوره اللي دار مولاي الامين اللي كتشوف دابا ولات حوانت وبيسريات شرا غير بالفن بس شرا منه كانوا الصرفات سميتهم بلين يعني البلاصه اللي فيها الباب القصر اي نعم يعني وجيت الساحه فين تدقورو تما المكان فين تدقورو تيقورو ولاد تما نعم سيدي هذاك الباب القصر كان فيه كراج ديال المعلم ابراهيم الحداد نعم المعلم ابراهيم الحداد اللي كان تما اللي كتما كان داير الكراج تيخدم كاروسري نعم ولتي شاف السيد ديال الكاميو داك الكاروسري ديال الكاميو اي تما كان هذاك المعلم ابراهيم ورجع معايا الان دولون رجعني الان دولون شرا من عند ايغري شرا من عند ايغري وزاد ايغري في حالته كي كان تيتواصل الان دولون مع ولاد الحي لا لا خايب اش متعجرف متكبر ما تتشوفوا كاع قليل نعم غير اللي كان شي مناسبه سي بلغيتي عينتي شتي ألان دولون في الحي ألان دولون في الحي كان منعزل نعم يجري اللي كان كيعامل سكان الحي نعم كان كيعاملهم مزيان كان كيعامل الدراري الصبيان ديالهم من جملة الشيء كان كيبغي يعطيهم الهدية دوك الصدقة سنيد أو فلوس نعم تيسكت السيارة ديالو كانوا ديك الساعة بكري السيارات ما كانوش نعم كانت عنده السيارة ديالو كان تيسكتها وتيعيط للدراري تيقول لهم دفعوا لي السيارة شوية باش تديرها مارش تيدفعوا الدراري واحد شوية تيديرها مارش تيقول لهم صافي وتيبدا تيجازيهم تيعطيهم نعم وكان تيجيب كاميو ديال كاوكاو كاوكاو معجون وتيديرو طرف طرف كاميو كانوا كيعطيه كان تيعطيه كا اسميتو الخيل ديالو كانت عنده عوده نعم. كان تيعطيها الاكل هذاك كاوكاو وكان تيعطي للدراري واحد العداد كان تيعطيهم لانه كان شويه ميسور والعائلات كانوا ضعاف شويه تمايا تيبدا تيعطي للدراري هذاك كاوكاو تيعطيهم باش ياكلوا وكانوا عزاز عليه الدراري وعزيز عليهم نعم ملي كيشوفوه كاع الدراري ديال الحي مسيو يجري وكان كيعاملهم معامله مزيانه بحكم القرب كيف كما هو الشأن بالنسبه لحومه رياض الزيتون وجناب نشكره اللي حومه كانت قريبه لحي السلام يعني الملاح فهادو جوج الاحياء اللي ضموا عائلات يهوديه واش بالنسبه لكم كذلك في سيدي ميمون كانت عائلات يهوديه في انسجام مع العائلات المسلمه لا نعم سيدي ميمون ما كانوش فيه السكان ديال اليهود نعم نهائيا الفرنسيين والاوروبيين المسيحيين كانوا نعم. ساكنين نعم كانوا كتار ولكن اليهود ما كانوش ساكنينش نعم. يهود كل ما كان هناك كان جناح في المستشفى المامونية ابن الزهر كان جناح خاص لليهود كانوا كيجي ويزوروا كانوا كيجي ويزوروا أشي زوروا تيزوروا اليهود اللي هما مرض صافي لمرض وكانوا الشراجم ديال هذاك الجناح كان على المامونية على سيدي ميمون كانوا في الحي سيدي قاضي حاجة سيدي قاضي حاجة نعم وكانوا تيجيو ديك الساعة اليهود تيجيو باش يزوروا المرضى ديالهم وفي الوقت اللي تيكونوا بغاو يشوفوا دوك المرضى بلا ما وصلتش الوقت ديال الزيارات يجيو لهذوك الشراجم نعم تمايا وتيوقفوا وتنتعاملوا معاهم معامله نعم حسنه مزيانه نعم. ما كاين حتى شي مشكل سيدي عياد القهوه نعم سي ابراهيم انما هم الطرائف اللي سمعت
نعم. على انه فاش تتوفى شي يهودي نعم كان ديك الساعه ولاد الحي تاي راه السيد هادي تكلم على كانوا كيدوزوا بالميت. لا هادي غير واحد اييه طريفه من الطرائف. حنا الدراري الصغار كنا كنعتقدوا في اعتقادنا ان اليهودي الى مات كيت خصنا ندوزو من تحت الكروسه ديالتهم فاش كيجيبوا الميت النعش. نعم. ونقولوا شهدوا ان لا اله الا الله شهدوا ان محمد رسول الله وراه غادي هذاك اليهودي غادي يولي يسلم. نعم غادي هذا. وكانوا حتى هما ما عندهم ديك الفكره خاطئه كانوا كيدعيونا الباشا القلاوي. نعم. وانا من جمله التلاميذ الدراري اللي تدعيتي عند الباشا. دعيت عند الباشا وتبنقت تما عنده في البنيه قديم. وكليتي ازفل؟ لا ما كليتيش ازفل. ما بغيتيش تكر. ما بغيتيش. سي انس سي شاكور على ذكر على قضيه الباشا القلاوي. نعم. على انه سي بلغيتي كان شكون اللي كان تيفكهم من ذاك المعزق اللي تي اللي المعلم علي هو اللي كان علي كان هو الموجه تنقولوا حنا لمين تبنايا انا ذاك. نعم. وكان صديق القلاوي. نعم. لانه تقريبا هو اللي بنى الستينيه. نعم الستينيه بالبنايه نسيبو سي بالهاشمي والسي محمد الصغير المرابطين والسي الدكير. نعم. الله يرحمهم هادو كلهما كانوا خدامين في الستينيه وكان لامين هو المعلم علي. نعم. وكانت الكلمه ديال المعلم علي مسموعه عند الباشا ومن وكنا ملي كان هكا تيديونا المخازنيه. نعم. تيديونا تمايا عوض باش نخلصوا الصخره. الصخره وهي واحد المبلغ ضئيل تتعطيه مقابل هذيك الهفوه اللي درتي وهذاك الخطا. نعم. وكانوا تيجي السي المعلم علي. المعلم علي الله يرحمه تيجي يفكنا بلا ما نعطيه الصخره. نعم. تيقول لي ولادي هذوك وتيجيبنا. نعم. سي ابراهيم وراه المعلم علي من باب سيدي بيمون كانوا كيتفرقوا الخدامه لمراكش. هكا السي بلغيتي بحال بغينا نقولوا باب دكوالا دروك لا او الموقف لا كانت عنده واحد الكيفيه اللي كانت يدير الخدامه كلها هما الخدامه المعلمين ديال مراكش لا كاع تقريبا ديال مراكش كيجيو لتمايا هما والرداده وتيقعدوا اش قصتي بالرداده؟ الرداده المعلمين المتعلمين تيقول لي الرداده ذاك الخدام اللي كيعطي نعم يخلط العجنه وكذا. نعم. تيجيو تيجلسوا وانت خصك شي معلم بغيتي تبني شي حاجه فين ما تجي لعندو السلام عليكم عند المعلم علي. المعلم علي تيكون قاعد تقول لي راه بغيت تستشرون ولا بغيت المعلمين ولا بغيت ثلاثه ولا بغيت معلم ورداد عندي كذا كذا بغيت نبني كذا كذا حتى في قضيه الفريق هو اللي كان تيفرق. اي موجي كان تيفرق الفريق ديالاش الفريق ديال المنازل بحال كانوا الخوت كان ورد الورد. نعم. تيفرق ما بين الخوت وكان تيقال والله اعلم كان تيضرب يديه بالحيط وتيعرف الحيط شحال فيه واش فيه 80 سنتيم واش فيه 60 واش فيه لانه عنده خبره عنده خبره في هذاك الشيء هذاك هو الميدان ديالو. نعم تماما. وكيعطي تينعيط للخدامة نوض سيدي تخدم سير نوض سير مع السيد تيمشي يمشي للمدينة لريد الزيتون معاه ولا لماسين ولا فين ما كانت عنده الصفة ديال أمين كيف الحنطات الأخرين كيف الحناطي الأخرين. نعم. كان أمين البناية نعم. سي شاقول نقول لك أنا نسينا على سيدي ميمون بأنها هي الحومة الوحيدة في مراكش اللي عندها باب واحد. نعم. هي الوحيده اللي عندها ماشي بحال الحومات الاخرين عندهم شحال من مخرج. نعم. هاد الحومه سيدي ميمون عندها باب واحد ديك الساعه ملي تيدخل الانسان هو فيه كاين الان هذاك القوس. القوس في القديم قال لي كان هي قوس واحد دروكا ولاو فيه قوس واحد كان فوقو سكنه في القديم كانت فوقو سكنه فوقو سكنه تداعات وطاحت. نعم. لا جاو حيدوها لانه كانت بطيح. اه شكون اللي كان ساكن في هذيك السكنه اللي في القوس؟ اللي عقلت انا كان عمر الشهب القزال. انا قالوا لي مول الفران. لا انا اللي عقلت سعوم ديالت ولد با عمر مول الفران. مول الفران ولد ماني هذا اي انا تنقول هذاك الشيء علاش عقلت. نعم. هو السعوم الشب
ملي ريبوا ليه هذيك هو اللي عطاو السقايه اللي في سيدي ميمون. نعم هذيك هي السكنه اللي بنى ليه بالوافي، هو اللي بنى ليه هذيك السكينه. وكان الوالد عندي انا في السويقه ديال الحانوت. نعم. ديال تشفجت. تشفجت الوالد عندي معروف من الناس اللي كانوا في مراكش تيطيبوا الشفنج لا يعلى عليه. نعم كان جامع الفنا ايام البرارك في جامع الفنا، ومن جامع الفنا حولهم لباب الرب. نعم عاود قعد تالي باب الرب، باب الرب دخل لباب قناو ديك الحانوت، عاد عاود قبض الحانوت في سيدي ميمون. نعم بقى في سيدي ميمون حتى توفى. خديتي عليه تشفجت؟ خديت عليه واحد المده وعاود ثاني بدلتي. بدلت خديت عليه واحد المده. نعم. وكانت هذيك السويقه اللي بيدرج عليك واحد النقطه على الاندونو. الاندونو هاتي بيدير تيقعد في ام الدار اشي بيدير اشي بيدير تيقعد دابا يشوف يشوف الحومه وعنده هيركات. نعم عريانه وتيجي بحاجه واحد جوج الكلاب تيكونوا حداه. هذه هي القعده ديالته هو لا غير، ما تيجمع مع حد ما تيهضر، ملي تيبغي يقعد هكا تيدير. كاين كان الصديق ديالو تما واحد الخطار تيبيع الفاكهه هو السي علي البراقي الملقب تيقبو بسي علي المبوق. نعم كان صديقو كان تيجي تيتقدم من عنده وتيجلس معاه، وكانت الزوجه ديال الان دونو كان عزيز عليها السي علي. نعم لان كان بعض الصور كاع مع في الدكان ديالو في الحانوت ديالو معلقين تما الصور ديالو. وكانت السويقه نعم زي من ماي الحوانت بخصوص قضيه الان دونو. انا كما تقال لي بان الان دونو قبل المارشال يوتي باع بنته، هي اللي شرات من عند بنت المارشال يوتي، هي اللي باعت الحفيده الحفيده في الحفيده ديال المارشال يوتي، هي اللي شرات من عند اكري وباعت باعت الالان دونو. الالان دونو كان تما تيجي عنده جو بول بول موندو، تيجي عنده كريستيان دونور، تيجي عنده عده ممثلين فرنسيين وحتى امريكيين كانوا تيجيو عنده تما تيعرض عليهم لشي سهره ولشي حفله، وكان تيجي تيجلسوا معاه تما. الا تكلمنا على حي سيدي ميمو عندك شي فكره سي شاكور؟ هي الشارع بين كملي كيدوك مويل الحوانت في الطواله ديال سيدي ميمو. طواله سيدي ميمو من القدس للمستشفى ديال ابن الزهر. كان عندنا السي احمد الله يرحمه الخضار. نعم معروف من الناس اللي معروفين بتا خضار تقريبا الحي كله تيتقدى تما عند السي احمد. نعم معروف. وكان اهرام اللي عنده التموين تا هو من الناس تبقالت تبقالت امارغ كان مربي امارغ تا هو من الناس اللي عنده تبقى الناس اللي تيجيو تيديروا وحدتهم. كاينه الحانوت ديالتنا حنا ديال تشفاجت الوالد الوالد الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين اجمعين. معروفين هاد الناس معروف. وكان الحجوب المعقول الله يرحمه كان قبل من الناس. السي محمد ما قاطعتكش اسمح لي، كان المعلم با محمد باط الشرقي باط شاركان. إيوة. كان المعلم ابو محمد كان قشاش بي وكان تيجلس في ديك الحانوت اللي فين كاين هشام الجيجي اللي حداها. إيوة. وتيشد ليه التسديه السي محمد الصغير. السي محمد الصغير اي وكيشد ليه التسديه مجربه فاطمه الفاطمه راه كانت تما راهي مجربه اللي كان في الصبا ديال الكاري. دابا انا هضرتي على صحاب احنا جايين دابا في هاد التسديه اللي قلتي دروك. أيه. مصطلح يعني قديم. أيه. دروك راه مع صعوبه الحياه والتواصل مع الناس راه ولات الماكينه هي اللي ولات الماكينه. حيت حنا ديك الساعه تنقولوا التسديه وتيضرب القتيب تنقولوا. أيه. القتيب. أيه. دابا ما باقي حتى شي واحد. أيه. ما بغاش يضرب القتيب. علاش؟ الاجره قليله. تيقول لك انا بغيت نضرب القتيب على الواقف على والو، حتى ولا المعلم تيضرب على المعلم القتيب. ما لقاوش باقي الخدام. هي هذا التطور باش ولات هذه الماكينه الحمد لله. أيه. حلات المشاكل ديال طبيعه الحال. الا تكلمنا على سيدي ميمون باقي لنا واحد حدود واحد الخمسه ديال الدقائق او سته. نتوقفوا هنا على قهوه المصرف. قهوه المصرف هذه من المقاهي الشهيره بمدينه مراكش، وما يمكن ليناش نتكلموا على سيدي ميمون بلا ما نتكلموا على المقهى ديال المصرف. فين تتواجد سيدي عياد بلعزيري المقهى ديال المصرف، وشكون اللي كان تيكون فيها وكي كانت الجلسه فيها؟ جلسه العام سيدي القهوه المصرف كان العام سيدي الحصير تيتفرشوا فيها. واش بعدا تقهويتي فيها؟ ايه تقهويت فيها مع ايه. نعم ايه. عام سيدي كان غير الديسك ديال محمد عبد الوهاب وكلثوم الله الله واسماعيل. ايه والسواقين عام سيدي دايزين قدامك بين الماء والتاليه. نعم. وكان واحد داك اللي تيصيب دوك الجيزوات تيقولوا له فرازي كحل بحال هذا في اللون.
وانت غير سمير المقصود بحال هكا في مراكش مجموعه تيجي للقهوه ديال المصرف مراكش مجموعه كثير. قلنا بالضبط فين انت تواجد باش الناس اللي تيسمعونا يعرفوها بالضبط. بلاصتها هي هذيك دابا اللي ولات فيها الطوبيس حدا القنصلية في الخرطة القنصلية. لا لا لا, لا العرسة ديال مولاي مصطفى مسدود دابا العرسة مولاي مصطفى القاضي قاضي مراكش مسند عليها. نعم مسند عليها حدا باب جديد حدا الدورات باب جديد حدا الفيروج الدورة هكا عند الفيروج تما كانت قوة المصرف عند الفيروج كتسمى قوة المصرف فهذاك الحيط راه كاينة خارج من واحد الباب صغير باقي خارج لحد الآن باقي خارج واحد الباب صغير وكان فيها الماموني. إيه الماموني والساقية. اشنو الماموني؟ الماموني هو القصب. القصب نكسب واحد الحائط ديال القصب مزوق. نعم كانوا الناس وربما هذا حسب الدكتور القديم السوسي تيتكلم على التسميه ديال المامونيه اما نسبه الى المامون او نسبه لهذا الدريقه ديال القصب اللي تيقولوا له المامون. نعم هذه المامون هذا الماموني تنقولوا القصب اللي تيكون مديور هكا مخالف لانه فندق المامونيه في الاساس هو عباره على عرصه وجنان راه باقي عرصانيه النص ديالو راه باقي العرصه ديال المامونيه تتقسمها للسبيطار وتتقسمها وتي المامونيه لوطي العرصه. نعم اللي بغيت نقول لك على مقهى المصرف مقهى المصرف وهو كان واحد الاستاذ اسميتو عمر لودي توا رمات الله يرحمه مغربي وكان خوه عبد السلام لودي اول شخص خدا الباكالوريا في الرياضيات بالفرنسيه في مراكش. نعم عبد السلام لودي. نعم. لودي خو عمر لودي وعمر لودي كان استاذ. نعم راه توفى مات هادو ولاد سيدي ميمون. نعم وخدا الباكالوريا الرياضيات خداها من بالفرنسية أول واحد في مراكش عبد السلام لودي. أرجع لي القهوة القهوة نعم مصرف لأنه بيت القصيد هو أنه هذاك السيد عبد السلام لودي قعد في القهوة من اللي خداها خوه خدا المصرف خداها كراه. نعم قعد هو تيطيب آتي القهوة في الزيزوات. نعم والباكالوريا عنده ديال الرياضيات بالفرنسيه. نعم شرح للناس هذا الزيزوا باش يعرفوا اللي تيسمعنا وما تيعرفش الزيزوا. الزيزوا وهي واحد الغرف. نعم وتتكون عنده واحد بالمعدن. نعم بالمعدن تتكون عنده واحد ليد ديال السلك. نعم كبيره نتاع السلك قوي ماشي. نعم. السلك قوي وتبدا تدار فيها القهوه ولا القهوه. نعم اتاي وتتحط تطيب على العافيه. نعم تطيب غير على العافيه تيقول لك اتاي الزيزوا. نعم ملي تطيب هي اللي تيديرها في هذاك الكاس الكبير تيجيب لك تيقول لك المغلي. نعم هذا هو. واللي بغيت نقول لك هو هذا الشخص عبد السلام كان كيحرز على الباكالوريا في ديك الوقت واول واحد. نعم وهو خدام الزيزوا في الزيزوا تمايا. نعم الناس اللي كانوا سي عياد تيجيو اللي هما مشهورين تيجيو لمقهى المصرف الا كتذكر بعض الاسماء. اي كانوا المعلمين تنعرفوهم كاع المعلمين ديال مراكش. نعم تيقعدوا حتى لجهه العصر ويجيو تيجيو تمايا وتيقعدوا تيلعبوا الكارطه. كاينه الضامه كاينه تيلعبوا الكارطه بالخاص الكارطه ديال اللي كانت. شنو نوع الالعاب في الكارطه اللي تتلعب؟ الروندا تيلعبوا التوتي تيلعبوا السولو تيلعبوا مشكانبه قعدوا انواع ديال الكارطه اللي كانوا تيلعبوا هذوك المعلمين وغير الناس كلهم ناس متقدمين في السن. ما كاينين ضويميه كاين الضمه ولكن الكثير هو القهوه ولا الكارطه وكاين تيكونوا ربعه ديال الكوار ولا خمسه تتلقى كور ديال الدويميه. نعم كاين ماشي ما كاين. نعم وملي كتوصل المغرب تيحطوا كل شيء ديك الكارطه ديالهم وتينوضوا يتوضاو وتينوضوا يصليوا حتى لينا وقيته تبقى السيرفيس حتى سميتو لورا العشاء حتى تيصليوا العشاء اللي كيتناقصوا في حالتهم. نعم وديك الساعه خصوصا انه المدايز و خير الماء والتياسك المعتبر التياسك ديال وحده الخرجه ديال مراكش وحده الجرادير وكتبيه قبالتهم
تجي نوضو يصليو تيعاودو يرجعو يكملو. نعم وكان قريب لهذا القهوة ديال سي أنس قهوة المصرف الله يرحم ناس الفضل. ناس الفضل كان قريب للقهوة هو الدكتور كولايديس. كولايديس نيكولايديس أيه. كان وكان واحد الدكتور آخر كان قدام الضريح ديال يوسف بن تاشفين دكتور جاكود. جاكود قديم تاعو جاكود هذا تخصص ديالاش طب العام. طب العام دكتور كولايديس نيكولايديس نيكولايديس هذا جاب بينه كلمه مونيه وما بين الحي التخصص ديالو هذا الطب العام. الطب العام كان ديك الساعه قليل التخصص. نعم اللي تنقول لك انا الدكتور جاكوب راه تنقول لك في الربعينات. نعم الربعينات والثلاثينات فاش تنقول راه هو اللي ولا دابا لا ستاسيون ديال ليسونس قدام يوسف بن تاشفين تما فين كان لا ستاسيون مولاي اسماعيل نتاع مولاي اسماعيل واللي ملي هي دكتور جاكوب وشاد عليه لا ستاسيون ديال مولاي علي هذاك تمايا فاش كان. نعم تيتكلم لي المستمع الكريم السي بودربع عبد الجليل على اوتيل ترانزاتلانتيك كاين تما عندكم ترانزاتلانتيك ولا هو المامونيه هو المامونيه ترانزاتلانتيك هو المامونيه. نعم كانت مسميه باثر هذاك ترانزاتلانتيك. نعم نعم بطبيعه الحال يعني الحديث عن الحومات كما كان هو الشان في باقي الحلقات يعني حلقه واحده ولا جوج ولا ثلاثه ما كيكفيوش كناخذ منكم وعد الاخوه الاعزاء سي ابراهيم ابو عامر سي بلعزيري عياد سي احمد بن ديبات سي محمد شاقور سي البلغيتي مولاي المهدي ناخذ منكم وعد على اننا نعاودوا نتلاقاو في حلقتين ثانية لإتمام وللوقوف على معالم أخرى خاصة بالحومة للوقوف على ترجمة هاد الأولياء المتواجدين هنا ولنا عودة إن شاء الله أعزائي المستمعين في حلقة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله. شكر خاص للأخت سعاد بوزيان سيدي عبد الله جبيلو على مستوى البث الرقمي الأخت الكريمة لالا حرية الراضي على مستوى الإخراج هذا أنس الملحوني كان من وراء الميكروفون كيحييكم لكم مني كل الحب إلى الحلقة الثانية بحول الله. الحومة القديمة حومة الرجال والنساء الخيار. الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها. هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها. وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم.